السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم مشاهدينا الكرام في هذه الجولة التي نستهلها اليوم في سوق السمك بالعاصمة التونسية، وهو السوق المركزي للأسماك، وسنرصد بالطبع حركة البيع والشراء. تعالوا معنا لنعرف ما هي الأسعار اليوم، أحوال السوق، آراء المواطنين. صباح الخير يا حاجة، نهارك طيب، ماشي الأحوال السوق؟ باهي. الأسعار شنو مش أنت تبيع هذي؟ ربي معك، نبيع بالمية باش ناكل. يفتح عليك إن شاء الله. عايشك، نواصل جولتنا. إذن هذا هو السوق، كما قالت السوق جيد. باهيين. مولي باهي وناسهم باهيين. فهمتني والحمد لله. الحمد لله أخي. الحمد لله بابا. ربي يخليك. عايشك، نواصل جولتنا هنا، نواصل جولتنا. هذا سوق الأسماك بالطبع، اليوم ما شاء الله يعني الناس تأتي بكثرة إلى هذا المكان. هنا المعروض متوفر من أنواع وأشكال يعني الأسماك ما شاء الله. السلام عليكم. نهارك طيب السيدي، شنو هي الأحوال اليوم؟ لاباس الحمد لله. والناس اش تحكي في السوق على الأسعار ولا؟ لا دعمي بالنسبة برشا عباد يقول لك غالي علينا. والحويتك تشوف فيه يعني مصاريف وبرشا حاجات يعني زايده، فهمت؟ واللي قاعد يدور يعني ماهوش قاعد يشتغل، تشوف فيها مكثريه العباد دور ما فماش يعني بشر باش يشري، فهمت؟ وهذيك هاك تشوف، هاك تشوف فيه المرشي كيفاش معبي هكاك يعني ما فماش فماش فلوس باش العباد تشري. شكرا لك يا سيدي، شكرا لك. هذا هو امامكم السوق، يعني انواع السمك المختلفه. التريلي هذا ما سمى التريلي امامكم بالطبع فيها انواع. هذا الكيلوغرام ب 11 دينارا يعني تقريبا بالدولار، يعني يمكن 4 دولارات تقريبا الكيلوغرام. بس يعني الاسعار ما شاء الله السوق. السلام عليكم. اهلا وسهلا بك. تفضل تفضل، نبداو معاه. هاي شنو احوال السوق اليوم؟ لا باس، ثم شويه سلعه موجوده. مازال الغلاء، مازال طلع شويه الاسواق. شنو الاسماك المتوفره في الفتره هذه المعروفه في الفتره؟ التريليا موجوده، ثم الطن موجود، السردينه موجوده، حوت الشعبي موجود. انا التريليا هذيك 10 و8 سمها مناسب. هذه ب 6800 سم مناسب، ارخص من اللحم وارخص من الدجاج. ياكل الزوالي ياكل. الحمد لله. الحمد لله سيدي، شكرا لك. إذا هذا هو السوق أمامكم ما شاء الله، يعني حقيقة يعني ما شاء الله متوفر أنواع متعددة من الأسماك، والناس تقبل عدد كبير يعني هنا ما شاء الله. السلام يا بابا، نهارك طيب. شنو هي جولتك في السوق اليوم؟ شنو الاسعار وشنو مع الزوالي؟ نقول لك كسحه شويه مع الزوالي، اما اسوان باهي هكا، اما مع الزوالي الحق ما نقول. انت شنو كنت تفكر باش تشري اليوم الحوت؟ شنو اللي حبيت تشري؟ والله خذيت شويه تريليا، خذيت شويه تريليا. ثم الاسوان مناسبه، ثم الغالي. تم الغالي مكاو ان شاء الله. سيدي بارك الله فيك يا سيدي، ربي يبارك لك. طيب هذا هو السوق كما تشاهدون ما شاء الله، اكتظاظ، عائلات تاتي الى هنا يوم الاهل، يوم الاحد يعني. السلام عليكم. هاي السلام. اهلا وسهلا بك عبد الطاهر، شنو احوال السوق اليوم؟ السوق اليوم هاك تشوف كان الغلا والكوي خويا، غالي الحوت، الحوت غالي برشا بصراحه. شيء اسف والله العظيم، غالي برشا. هذا يا سيدي أمامكم يعني تفضلوا، لو كنا هل تبتغون شيئا من هذه الأسماك؟ لو كان لدينا إمكان لأرسلنا لكم. تفضل يا سيدي تفضل، كأنكم تتسوقون أنتم هنا في هذا السوق، وخميس عليكم والحوت عليكم كما يقال هنا في تونس. Yeah.
بالطبع يوم الأحد في تونس هو يوم راحة أسبوعية، يوم السبت والأحد، والناس تغتنم هذه الفرصة بالطبع للتسوق واشتراء مستلزمات البيع البيت لأسبوع. بالطبع السوق من الأحد يأتي إليه ذات الناس، السوق المركزي سوق الأسماك معروف يوم الأحد. زلنا في هذا السوق. اهلا بك يا حاج، شنو احوالك؟ شنو احوال السوق اليوم؟ راك تشوف فيه نار ومسمار اللي قدر الخير وكاو. هاي السلام عليكم. هاي مرحبا مرحبا. السوق اش مشاو يجريو الصغيرات اليوم؟ اش شراولنا؟ نعم اش شريتوا اليوم من السوق؟ ها ولا وجو في شويه مناني على شويه سفن، حاجه بنينه، حاجه تريه للصغيرات. شويه سال شويه نزلي، ان شاء الله ان شاء الله الاسواق تكون في المستوى وكا. ان شاء الله ربي يفضل امرك. عايش 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 كل الزنات. اهلا وسهلا. هاي تفضل تفضل تفضل. يتفرجوا اكثر من يجريوا. اي علاش قول لنا للساده المشاهدين، يعني الوطن العربي يحبوا يعرفوا شنو الاوضاع، شنو السوق، شنو الاسعار. المشكله على خاطر ما هو حد فينا.